ما الحكم في رجل كسب مالا عن طريق غير مشروع ودفع منه مهر زوجته التي يعيش معها الآن وله منه 3 أولاد، فما الحكم في عقد الزواج بينهما في هذه الحالة وفي الأولاد، علما أنه تاب إلى الله من هذا العمل وقد أراد أن يعيد المال إلى صاحبه الذي أخذه منه ولكنه لم يجد، فكيف يتصرف فيه؟ وهل يجوز أن يتصدق به لزوج أخته المحتاج إلى الصدقة أم لا؟ أولا بالنسبة للنكاح، النكاح صحيح إذا كانت شروطه متوفرة أو صحيح في حد ذاته ولا غبار عليه. أما من ناحية المال الذي ظلمته أخذته بغير حق، يجب عليك رده إلى صاحبه وطلب المسامحة منه لأنك ظلمته وأخطأت في حقه، فلا بد من أمرين: رد المال وطلب المسامحة مهما كلفك الأمر إذا وجدته. فإن لم تجده لأن كان ميتا فإنك تدفعه إلى وارثه، يلزمك دفع هذا المال إلى صاحبه إن كان موجودا مع طلب المسامحة أو إلى وارثه إن كان ميتا. فإذا تعذر الأمران، لم تجده ولم تجد له وارثا ولا تعرف عنه شيئا البتة مع بذل الجهد في طلبه واستقصاء البحث عنه، فحينئذ تتصدق بهذا المال على نية أنه لصاحبه وأن الثواب لصاحبه وأنت تتخلص منه. والله تعالى أعلم. في حال الصدقة هل يجوز أن يتصدق به لزوج أخته؟ نعم، يدفعه للمحتاج أيا كان، سواء كان زوج أخته أو غير. نعم، لكن لو كان إخباره للمسروق منه أو للذي أخذه منه قد يحدث مشكلة، إذا كان يلزمه أيضا أن يخبر؟ إذا كان الإخبار يحدث مفسدة أكبر نعم فلا يخبره، ولكن يعمل على إيصال المال إليه بأي وسيلة، وإذا كان إخباره بذلك وطلب المسامحة منه يلزم مفسدة أكبر فإنه لا يلزمه ذلك. نعم.